السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل أداء الدولي المصري الرائع والمتألق محمد صلاح مع فريق ليفربول ضد فريق نوتنغهام فورست في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لمباراة اليوم. طبعا سوف نتعرف على كل ما قدم محمد صلاح في لقاء اليوم وما هو التقييم الذي حصل لصلاح في مباراة اليوم. قبل البدء في التفاصيل والدخول في صمود والتحدث عن النجم صلاح، أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك لايك للفيديو سيكون جديد ونبدأ الكلام. طبعا صلاح أساسي كعادته في تشكيلة فريقه ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب. إحصائيته في المباراة كالآتي: سدد 3 تسديدات في المباراة، واحدة كانت مؤطرة وهي تسديدة الهدف الثالث لفريقه في المباراة، وتسديدة خارج المرمى وغير مؤطرة، وتسديدة تم اعتراضها عن طريق الدفاع، وحالة تسلل واحدة. صنع فرصتين في المباراة، نسبة التمريرات وصلت إلى 85%، نسبة المراوغات بنسبة 100%، لمس الكرة 62 مرة في 90 دقيقة التي لعبها. إحصائية رائعة، إحصائية جيدة لا على مستوى الصناعة، لا على مستوى التمرير، ولا على مستوى التسديد. فالأهم هو الاستمرار في تسجيل الأهداف كعادته المتألق محمد صلاح ما شاء الله عليه. مباراة رائعة للدولي المصري، قدم مستوى جيد، خلق العديد من الفرص وخلق العديد من المحاولات، وكان واحد من نجوم ليفربول في لقاء اليوم. تحصل على الثالث أعلى تقييم في فريق ليفربول بتقييم 7.8 كتقييم على أدائه على مردوده. محمد صلاح يصل إلى الهدف 16 له في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم ليس الموسم الجيد لصلاح، وهو من بين الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز ما شاء الله عليه، في فورما تكون جيدة بعد العودة من التوقف الدولي. أتمنى أن يستمر في هذه الوتيرة، فاليوم مباراة متكاملة لصلاح، وهذا هو كل شيء من صلاح اليوم. فلا تنسى الاشتراك، لايك للفيديو، سلقاكم جديد، وشكرا متابعة، وإلى اللقاء.